لما بنيجي نقرا او نتعامل مع اي نص في الحياه بنبقى لابسين نظاره معينه، النظاره دي بتكون نتاج تفكيرنا وخلفيتنا الثقافيه اللي احنا جايين منها. في نظارتين مشهورين جدا، او اقول بلغه بسيطه اسلوبين من التفكير مشهورين جدا في التعامل مع النصوص. الاسلوب الاول هو التفكير الاستنباطي، والاسلوب الثاني هو التفكير الاستقرائي. نفس الاسلوبين دول او الطريقتين دول بنتعامل بيهم في قراءتنا للكتاب المقدس. هشرح واحده واحده فيهم. يعني ايه الاسلوب الاستنباطي؟ يعني ببساطة لو أنا ماسك نص معين، أنا عندي أفكار مسبقة، عندي حاجات في خلفيتي الفكرية موجودة من قبل كده، فأنا لما بدخل وأقرأ النص بفرض أفكاري وبفرض وجهات نظري على النص نفسه، فاللي بيحصل أوتوماتيك أنه أنا بشوف النص دوت هل متفق مع أفكاري ولا لا، فاللي بلاقيه متفق بقبله واللي بلاقيه مختلف برفضه. مش بدي نفسي فرصة ان افكر، مش بدي نفسي فرصة ان اراجع افكاري. والحقيقة ان الطريقة دي لما بنتعامل بيها في قراية الكتاب المقدس بنخسر مش بنكسب، لانه انت المفروض داخل الكتاب المقدس عشان تشوف الكتاب بيقول ايه وتراجع افكارك من خلال الكتاب. لكن لو انت تقرا الكتاب المقدس عشان تثبت فكرة موجودة عندك او عشان تثبت لنفسك انه ايمانك او معتقداتك هي صحيحة، يبقى ايه الفايدة؟ لما بنقرا الكتاب المقدس الكتاب دايما بيتحدانا، الكتاب دايما بيخبط مع افكارنا ومعتقداتنا وخلفياتنا اللي احنا ورثناها، واللي هي في اوقات كتيرة ممكن تكون مش مظبوطة وممكن تكون خاطئة. فقريتنا للكتاب المقدس بتراجع أفكارنا دي وبتخلينا نرسم ونشكل أفكار جديدة عن الله وعن نفسنا وعن الناس اللي حوالينا، وده يودينا للطريقة الاستقرائية في قراية الكتاب المقدس. إيه هي الطريقة الاستقرائية؟ إن أنا بدخل الكتاب المقدس بعين المكتشف، بعين إن لسه بيشوف حاجة جديدة. حتى لو النص ده قريته كذا مرة، ناس كتير تقول ما احنا قرينا معجزات المسيح كذا مرة، ما احنا سمعنا عن أمثال المسيح كذا مرة، ما احنا مرينا على الرسائل بتاعت بولس وحافظين كمان نصوص فيها كتير. كل ده حلو وكل ده رائع، بس مطلوب منك وانت داخل انك تقرأ بعين جديدة، تقرأ بعين المكتشف، تقرأ بعين اللي بيتحدى نفسه. هل الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس دوت انا موافق عليه ولا لا؟ ولو اكتشفت انك مش موافق عليه او مش مصدقه، لازم تقف وقفه مع نفسك وتراجع افكارك وتشوف هل انا عندي فرصه انه اخضع افكاري وان انا ابقى مرن بشكل معين اني اقبل الكلام ده ولا لا. لما بنفتح الكتاب المقدس بنصلي وبنطلب من ربنا انه يدينا عين نكتشف بيها، نستقرئ بيها الواقع الالهي، نستقرئ بيها طبيعه الله، نستقرئ بيها لله عايز يوصله لشعبه. خاف على نفسي كتير لما بفتح الكتاب المقدس واكتشف في الاخر ان انا بثبت وجهة نظري انا الشخصية، وبالتالي برفض كل الروح القدس بيكلمني فيه او عايز يقوله لي او عايز يحطه جوايا من صورة الله او صورة المسيح. وبعود نفسي في اوقات كتيرة جدا ان لما افتح الكتاب المقدس استقرئ، استكشف، اشوف ربنا عاوز يقول لي ايه، لان في اوقات كتيرة الاقي نصوص عديت عليها عشرات بل مئات المرات ولاقي ربنا بيكلمني في اجزاء فيها جديده، ولاقي ربنا بيعلن لي بالروح القدس عن امور ما كنتش واخد بالي منها. ده ليه؟ لاني بخضع نفسي لعمل الروح القدس وبشوف ربنا عايز يقول لي ايه بالظبط، مش بتمسك بافكاري القديمه. عايز اقدم لك دعوه وتشجيع في نهايه الحلقه، انه من فضلك لما تيجي تفتح الكتاب المقدس اسمع ما يقوله الروح، مش اللي بتقوله انت لنفسك. اسمع صوت ربنا جوه الكتاب المقدس، مش صوت افكارك انت اللي قبل كده. شوف ربنا عايز يكشف لك عن ايه من صفاته ومن طبيعته ومن اعماله. يمكن الله عايز يقول لك امور وحاجات جديدة انت ما تعرفهاش، لكن للأسف انت واقف كعائق بينك وبين ربنا عايز يعمله في حياتك.